أكد الجبير أن المملكة ستصدر بيانا بشأن المسؤولية عن الهجوم والذي تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات فور انتهاء التحقيق. بالنسبة للطائرات المسيرة، هذه التحقيقات جارية ويتم الفصح عنها عندما تنتهي هذه الإجراءات فيما يتعلق من أين أطلقت وكيف أطلقت وإلى آخره، ولكن الواضح أن هذه الصواريخ، هذه الطائرات طائرات من الحوثيين، والحوثيين سلاحهم يمتدون من إيران. الحوثيين أعلنوا على أنهم أطلقوا هذه الطائرات ضد منشآت في المملكة، والمملكة قامت بأعمال لمعاقبة الحوثيين على ما قاموا به بإطلاق هذه الطائرات ضد المنشآت في المملكة، والمملكة واضحة بأنها لن تسمح لأحد أن يسيء لأمن واستقرار